مساء الخير، انا الدكتور سعيد جاويش، راح اكون معكم بتحقيق مصور ورائع عن حديقة حيوان برلين اللي هي عبارة عن 10 حدائق بقلب بعضها، المنتزه الضخم العظيم الرائع، لقطات ولحظات لا تنسى. بنصحكم، بتمنى عليكم من قلبي ما تفوتوها. حديقة برلين ذكرى بالعقل والقلب، ذكرى بالعقل والقلب ستبقى معك ما حييت. في بداية دخولك للحديقة تجد الدب الذي هو رمز لمدينة برلين، الرمز الرسمي لمدينة برلين هذا الدب، وتجد أيضا المناظر الطبيعية الساحرة، هذه البجعات الجميلة أو الطيور الجميلة في هذه الطبيعة الساحرة، طبيعة خلابة وهواء نظيف وجميل جدا، الزرافات في منظر هندسي رباني مبدع، الطيور اللاحمة، البيئات الطبيعية للحيوانات تمت صناعة، كمان لاحظ هذا الأسد الذي يعيش في بيئته الطبيعية، وعندما يمر أمام زوجته تفتح فمها لا نعرف لماذا، وهذه حيوانات بصراحة لا أعرف اسمها بالضبط. هذا التمساح الساكن الهادئ، وهذه الطبيعة الخلابة الفاتنة، وسنستمتع معا بلقطات رائعة لن تنسوها أبدا. حلوين هالزرافات بس يبدو حردانين من بعض، كل مين داير وشه باتجاه، وهدول البجعات الحلوين بهاي الطبيعة الساحرة، منظر رائع جدا جدا جدا. كأنه قطعة من الجنة، في هون من الفيال الرائعة الطيبة الجميلة مع مربي الأفيال، منظر مدهش. في هذا الفيل هلأ طالع من البحيرة عم يستحم، مبسوط هادئ هانئ مروع على الأخير، الفيل يحب الماء. هون كمان هذا النمر يحب الماء ونازل على المي بورد، يا سلام يا سلام، اسبح. بس ما حدا يسبح معه، لأن اللي بيسبح معه بيكون على موعد مع الآخرة. ناوي على الشر يبدو. وهذا القرد الذكي، ما بعرف شو كان عم شعل سيجارة او شي من هيك يعني، لا والله ما سيجارة، عم ياكل. حيوانات لطيفة جدا، هذا الحيوان الخبيث التمساح اللابد الساكن في انتظار الانقضاض على الفريسة، احذروا من الاقتراب منه، احذروا من سكونه، احذروا من هدوئه. صانعين له بيئة شبيهة بيئة الطبيعية، وهذه ايضا ما بعرف بجع. وهلأ قسم الحيوانات المفترسة، هذا الفهد الاسود، منظره جميل ورائع، وهذا الفهد المرقط معروف انه اسرع حيوان في العالم، يشعر بالانزعاج الشديد في الاسر وينظر لنا بحسرة شديدة، كأنه يقول هل من مخرج هل من مهرب. وهذا النمر كمان عم يحاول يلاقي طريق إلى الحرية، لكن للأسف الطريق إلى الحرية غير موجود في هذه الحالة. عم يطلع ما عم يلاقي مخرج، قلق ومتوتر وغاضب. ده جاي لي انا بقى،
وهيك هيك انتهت جولتنا اليوم معكم بهذا المكان الفاتن. بتمنى اكون قدمت لكم المتعة والفائدة مع موعد لجولات جديدة واماكن ساحرة اخرى حول العالم. دكتور سعيد جاويش. Doch der Hand steht allein da.